طيب احنا بحيث معانا ان رئيس الجامعة، احنا معانا رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بحضرتك. احنا عايزين نعرف اللي حصل النهاردة في جامعة القاهرة، وطمنا على الاوضاع. اللي حصل النهاردة في الحقيقة انه مجموعة من طلاب هذه الجماعة الارهابية بدأت الصبح عايزة تعطل امتحانات كلية الحقوق اللي كانت بادئة من الساعة 11، فشلوا في تعطيل الامتحانات، خرجوا لفوا لفة كده ورجعوا تاني. طب كلمهم، خلي حد يكلمهم. فهو الـ فبدأوا بعد ذلك دخلوا الكلية تاني، اقتحموها وكسروا مكتب عميد الكلية. وبعد كده أنا في الحقيقة كنت في اجتماع في المجلس الأعلى للجامعات، وأول ما عرفت بالمسألة وطلبت في الحقيقة من الداخلية أن تؤمن الامتحانات اللي كانت سوف تجرى في الساعة من الساعة 3 ل 6، لأنه هؤلاء الطلاب وقفوا يحاولوا منع وصول الأسئلة وأوراق الإجابة إلى قاعات الامتحان. وفعلا يعني مشكورة الداخلية، دخلت الجامعة وأمنت الامتحانات وجرت الامتحانات في صح، متأخرة عن ميعادها شوية، بدل ما تبدأ من 3 ل 6 بدأت من 4 ل 7 وتمت على ما يرام. ودلوقتي الطلبة بيخرجوا، وأنا أنت بتكلميني الآن وأنا واقف في أمام البوابة الرئيسية بننتظر إن الطلبة كلهم يخرجوا وكل شيء تمام. والفكرة الأساسية اللي عايزين نأكدها إن هذه الجماعة المنفلتة الإرهابية تريد أن تفسد فرحة الشعب المصري. طيب بس دكتور جابر، احنا كان معانا اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة، وكان بيقول إنه حصل تأخر في طلب دخول قوات الشرطة إلى داخل الجامعة، وده اللي تسبب في تفاقم الوضع مما أسفر عن مقتل طالب. لا 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 لا، المقتل الطالب ده في الحقيقة المعلومات المتوفرة الآن إن هم الطلبة دول كان معاهم يعني حصل ان يعني منهم فيهم ورفضوا، حتى حصل اصابه 4 منهم، كان واحد اصابه خطيره ورفضوا ان هم ينقلوه بعربيه. يعني ايه منهم الاتفاق. فيهم يا دكتور ما فهمتش، معلش، يعني ايه منهم فيهم؟ يعني كان هذه الحادثه وقعت قبل دخول الشرطه الجامعه. تمام. وانا زي ما بقول لك انا كنت في وزاره التعليم العالي، ولذلك هذه المعلومات التي تتناقل الي من بعض الناس، سواء من النائب او من بعض الاطراف، انه لم يكن هناك اشتباكات وقت اصابه الاربعه الطلاب دول، انما في روايه بتقول ان هم كان معاهم قنبله مسامير والقنبله انفجرت فيهم وبعد كده خدوهم وطلعوا. يعني الطالب ده او الاربعه طلبه دول لم ينقلوا بعربيه اسعاف الجامعه، ولا تعرف الجامعه عنهم حاجه في الحقيقه. طيب يعني الظروف التي سقط فيها الطالب قتيلا والاصابات غير مش معروفه لحضرتك، الآن غير واضحه. ولكن هل حدث تأخر في طلب دخول الشرطة من قبل إدارة الجامعة؟ لم يحدث تأخر على الإطلاق لسبب بسيط. الواقعة اللي حصلت الصبح وحصلت في خلال 20 دقيقة، ثم بعد ذلك الطلبة خرجوا بره الجامعة، وأنا كلمت سيد مدير الأمن وقال لي أنا هتعامل معهم خارج الجامعة، وأول ما اتعامل معهم خارج الجامعة رجعوا الجامعة تاني. إحنا طلبنا الشرطة والشرطة يعني وصلت إلى الجامعة ولم تتأخر وبدأت الامتحانات في مواعيدها. شكرا جزيلا لك دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، محاولة لتوضيح الصورة اللي حدثت في جامعة القاهرة اليوم، وأسفرت عن مقتل طالب كما أفادت وزارة الصحة، وعن تخريب في بعض المنشآت، تحديدا مكتب عميد كلية الحقوق. كانت هناك امتحانات اليوم، وكانت هذه محاولات لعرقلة سير الامتحانات. دكتور